الرباط الرباط عندنا ملك ملك يا هاي المهم جاي المشية مشية رباطية عندنا اش عندنا غير نعاود 100 شيخ والله شي حبيبي باش تخدم الملاي والله لا باعي عليك بالله هذا الملاي ترى المليح كاين السي هذاك سمعني غا عطاونا 100 شيخ حميد عند رباطك 100,000 100 شيخ المليح راه كاين الشروط فيه ولا لا اللي بغاو غنديرو الشروط ما نقطع الورقة حميد وحميد وحميد ماشي ديالي يا خويا ماشي ديالي نقصان شي عيا الله ماشي ديال 100 لا راه ماشي ديالي كلشي كاين بغيت نديرو معاك هنا العبس وحميد ديفوره ما كاين واش داخل دابا في حجره وضو ولا داخل في الضو حجره وضو حجره وضو خوت السلام عليكم صباح النور مباشرة من حميد تيك توك وعلي الهراء خل عاود نعطيه فيه ميزو البلاي عندنا نيشان المرضي وما كاين الا ثلاثة البلاي ولا أربعة البلاي ديال الدرويش كلشي كاين تعطونا 7 درهم في الدار واجبين شحال في عمرو خويا حميد شحال 9 سنين المليح كاين دقة ديال البرديين والاداب راه كاين والرباط كاين الرباط عندنا الاداب عندنا الاداب هايا عندنا الاداب المرضي عندنا موين الكومبلي نيشان عندنا موين الكومبلي الناس ديال الرباط نيشان حتى ما بيعوش 100,000 موين الكومبلي جر راح يمشي قدام جر زيد شويه زيد راه بارك بارك المرضي بارك كلشي كاين انا ما بغيتش ندير عاود كلشي كاين خلاص كلشي الهمزه كاينه صاحبي والله الا كاينه الهمزه والهمزه كاينه صاحبي وجوج نعجات الثمن عاود اش من كبر 9 سنين كبر انت تقول لي كبر انا انت دابا تقول كبر 9 سنين وهاد جواد هاد العودات والله جا هاد الجواد اخي ابراهيم لا ما نبيعوش 100 يا كل مرتاح نقول لك 4 الملايين ويلي وراه عندنا الكومبلي عندنا الخيل ديال الرباط المرضي عندنا الاجابه قال لك عنده الكومبلي هو حميد سمع سمع اش قال سمع سمع باس عرسي شنو قلت لها؟ تصلص كتدخل كتحركها ما نهضروش عليها صاحبي راه مسقي ومسقي ومرضي الوالدين والمحساد النار وخا يضل يعبد ديالو راه صباح ما تلقى صاحبي راه كاين شي كون واقف هنا ومحسد اطلق له البير اطلق له ما نبيعوش 100 اش كحرك معايا نبيعك واش قد تمسح لا وادي لا وادي تمازح انا مش حقطعت يا خويا حميد قول حميد هادو بالو مهم مليون كاع اودي لا لا حميد دابا يجي العربي طبعا نبيعو لا تبيع لينا شحال واش نبيعوك 100,000 لا ماشي ديال 100 زيدو زيدو شحال ديالاش لا ماشي ديال 100 ديالاش لا خلي خلي نبيعوك عاود اولاد شحال شحال تبيع شي رجال مزيان شحال تبيع هاد وين هضرنا معاك ما نبقاوش عاد نوليو زيدو شحال زيدو شحال راه عطي عاود غنعطي عاود عالمي 40,000 هذا ولا 60 ويا كل شي مليون كاع ضربوا شي حاجه عاود السي ابراهيم زاد وقلب لك بالك يا صاحبي يا مريض تبرات لا تاتك توك يجي الكربون لا لا ما كاينش حتى حبه ديالي المليح كاين حبه ديالي والكربون صار 160 كيلو دابا قالوا الناس نروح على الكربون الهمزه ديال من والعربي يقول ما انا بعد عاود والعربي الهمزه عندي الهمزه عندي عطاو 7,000 في الدار عطاو لي كلشي هنا قطع لي 1,000,000 ربع تعلمت عندي الاداب عندي الاداب دابا تي خوروا هاد الناس انا ما رجعوش شي يدير وني عندي الاداب تدخل قدامك شوف عندي رباط نيشان ديال شويه كاين العلوه المرضي والله ما تقدر عرف الله سير يا حميد سير ولا عارف عندي الاداب واش انا عارف ايش نبيع واش نبيع ماك الله يسخر الله يعاون حميد جابت الصحيحه الصحيحه حميد 6 دراهم دابا غنبيع العربيين واش انا عارف ايش والله ما نجمع لك الشوق اش عندي اش دو ماشي هضره ديال المعقول سربط عاود
شادر ديال المعقول 120 هذا 120 الاغلى على مسكين قول عربي حيد درهم من الكيلو هذا الدور الله جنبي اقسم بالله لا حتى والله لا حيد درهم واش حتى والله لا بعتون هذا ما واحد لفوت كبير هذا ما كاين لا صافي هذيك النار في جدع قال لهم كاين حامد ما يشري جدع ملي كاين حتى ما نشريش حتى دابا انا غنمشي في صافي الله يسخر اخوتي انا هذه ماشي ديالك ما ديالي ما ديالك حتى حاجه عربي لك يدي معايا حتى الهمس الا غادي هادشي شوان بها بها الراجل والله شان بها بها الراجل ما كاينش اللي بها هادشي خليه يمشي بالله ها هي حجره حجره شدد عود العربي سمح اعطيه العربي لك يدي ما يدك سير حيد عليك رد داود هان سر على الله سر على درس معك حيد الدراما سير رد داود هان خلي فيني خرج معك راه يخرج لما خرج ياخذ من الفلوس سلعة راح لي عاد ولدك رد داود سير الله يسخر حميد خير طل دريم ما غنبيعوش الدراهم لا هذا هضرت بيني وبينك سير فتح العود. أنا دويت وسير والله تاتك وسير خزن هاد العود غادي يتباع جملين. سير هاد الشيء قال وقل ما جيت نقرا العود العربي والله العادي. كلمة تحت. والله العربي والله. إيوا ما بغاوكش أخويا أش غندير لك؟ عادي ما ندير. حميد صبر شوية أخويا هذا ما يبان مولاه حميد. واش غنصبروا حنا دابا تنصبروا هنا حنا كسابة. صافي حيد عليا حجرة وضوح. العربي ربط هاد العود سير الله يسخر اللي كتبيع هاد العود اخي الجامعة داك شال التالي وناخذو اخضر سير ربط هاد العود ما نطلعو حساب سير ربط صافي وسير ربط هاد العود ما نطلعو حساب وينو وسير هضرنا ولا ماشي خصنا راه نكرمك العربي ما تلقاش هاد البياسة وسير ما تلقاش هاد البياسة العربي علاش ما لقاش انت لعبت عندي الهمزه عندي الهمزه عندي الهمزه ارسل ارسل تخلي لك تشريك عندي الهمزه العرض سير ما تعاود هنا عندك خويا انا قال شي كاين لا 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 سير العربي سير تشكل العربي سير العربي سير دوينه سير بدا العاود صافي راه ما خصو صافي هدرنا سير العربي واحد ارسخ نبيعوش غنجبتو مزيان صافي راه الهضره في راسك غنقول لك هربات سمعوا هضره نبيعوش شحال قلتي لي بيه 130 حي الله يربي سير اخويا الله سير سير العربي حي حي السويت وين واد فين اريد كاريت اريد قال الله سير انا سبوره وين واد الله يسخر لك راه كيدي زعيم ولا كريم ولا مرضي الوليد بلاتي ليك شو الراس في كاين وانا جيب شو الراس في كاين جايبين ولا سي بوغابا السلام عليكم سي بوغابا غزال توحشناك اخويا غبرتي يا اخويا بوغابا نشتغل معاك انا بوغابا انا مزيان الله يودي مرحبا وتنبان معاك اخي بوغابا بوغابا يا والله العهد خوت بوغابا عزيز عليا بزاف وغبر غبره ديال بصح دخل الوراق ودخل عاود عاود زرق كثر مش اخي بوغابا بوقناد لا انا شفت بوغابا شحال دوك اخي بوغابا شحال شو وقت اخي بوغابا هو رقم وصف ندير لي 2011 هو yeah. راه ما عندوش هذيك السن شنو عنده هو؟ باقي صغير عنده 9 سنين 9 سنين 8 سنين اه هذا عم مصطفى هذا عم مصطفى مالي لا راه باينه مصطفى باين 2011 راه باش يعرفوها مصطفى يا اخي بو غابة انا ملي عارف باش قلب قلب زيد 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 قلب هذه باش يعرفوها مصطفى انت راه ما كاينش بيدي 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 واش عطاك اخي بو غابة جوج ملايين اخوان بو غابة عطاو جوج ملايين في هاد العود هذا عنده 2011 في الورقه ديالو لاني مصف تيقول لكم بو غابة الفم ديالو ما فيهش 2011 8 سنين 9 سنين ليك اخويا بو غابة كاين شي شروط كاين شي لعب كاين شي خلصت البطاقة
فركهم هذاك الشيء ني اخوان هانتوما كتشوفوا العود عود مقدر تبارك الله عود عالي ورقه ديالو موصوف اللعب وداك الشيء راه ما عرفنا شنو كاين المهم تيقول لكم بوغابه كاين الشروط عطينا جوج ملايين الله يسخ لك اخويا اجيك التيسير اخو بوغابه سي محمود صباح النور خويا صباح الخير اخويا الله يحفظك الله يحفظك شتي التلاميذ اليوم محمود مليح اخويا مليح وشحال هاد النقش هذا شحال هذا اخويا بغينا فيه ثلاثة عنده اوراق ولا ما عندوش؟ لا ما عندوش ما عندوش اوراق ودير ثلاثة ايوا مليح مليح راه ب 20 بلا اوراق فيها كاين الثمن عندك اخو محمود اخويا عندي المليح قال عندي الثمن واش كتعجبنا الرسومات وداك الشيء العالم التوازن زين زين شو الراس كيداير وشوف النقش كي داير با شتي ولا لا هذا شحال في عمرو خويا سنين الحليب البنك التجاري الخارجي شتي ولا سنين الحليب ريتك سنين الحليب قول لنا حمود سنين الحليب خويا افطر قول لنا شوف شي اخويا حيد البوردو حيد البوردو ترى القاعده خليش باش دعم تو في الداخل وي الله يجعل البركه شرينا عندك العودي قيس كاين عطوك اخو محمود الله مرضي الله يحفظك الله اخو الله ادخلنا اخو مربح لي 100 صوب استاهل اخو من القليل كثير ان شاء الله صوب محمود دابا انت واش كتقد بعمله ولا قاسح انا نبيع تبيع انت نبيع خصنا لي قاود الشهر يكون معقول هذاك الشيء ماشي ها شارج خويا شارج ما عمرو تشد الرسال ما كانش يحملو قول عليه على مو بزاف ليه ما تضافرش الدهوم يبا خاصنا عاد كمل ما غادي كتسمى السلعه ديال السماء على دابا هادي والله الا سمع لي سمع لي اخوان جواد عطاه 100000 فتحي الباب 100000 الله محمود كيقول ثلاثة ولكن راه عنده الدومي هذاك الشيء الغراب ها هاني واش جاب لنا صوت صوت عندك 100 دقه واحد انت وليت كتهبط شويه بشويه انت وليدي كدير دوك محمود دابا بغيتي تعرف اخويا شي جديد غيطلع زعما مالك شنو خاصو يكون الحوافر راه يتهافر اه من هنا لهنا الكابل اه النقش ماده ماده النقش الدرقيق يتيري ها هو رجل الدرقيق شوف الرويس خصو يكون محرف الرويس يكون محرف النقش داك هو النقش ايوا والمشيه تكون الاندلس ما نعاودوش الكلام و 15 شنو هو؟ قلت له نبيعو حتى 15 مليون تبارك الله ارصيو تبارك الله افطام يا خويا انا نسحبو سميتو هزو رجلي سمعت يا وليد هزو رجلي راه باقي صغير يا اخوان معطيه 120 كفر محمود هو هذا 160 قوة خويا هذا باقي على الله فينا شي مزيان صباح النور امور هاني الله يا خويا الله ينور عليك الله يحفظك ليا مزيان شي زين هذا اللون اش كيتسمى هذا اللون هذا هذا حجر الواد حجر الواد نو تيقول لي زرك حميري انا غادي حدا بحال هي زرك حمير انا غادي دير ريال غادي دير ريال عندو 9 شهور 9 شهور تبارك الله عاد الفطوم المولف ساهل عاد وشارب الحليب اخويا من الصعب ايوا مشقة مشقة 9 شهور باقي على الله الاخوان جزاك الله ربي طيب جبتي سير اخويا الله يحفظك
بس عفاسك عزيز هو بنادم هو صافي تشرب محب زوين مع الناس تعامل معهم مزيان تخسر خاطر خلى الراجل بخاطره في لحظة بشير بقرة خويا وجوج اه سيداتك تشدو في الظلمة حرفة مليحة خويا مصطفى خويا واش داير اخويا عندك هادشي عندي اخويا هذا هو هذا شنو سميت هذا شدا حبايب دابا ليا فيه شي شركة ماشي ديال اه المليح المليح شنو نقول قلوب كلشي فيه قلوب طيب ويلي قلوب طيب تبارك الله مليح مليح شحال شي يا خويا عطاك في هاد القلوب الطيبة الله ما عطاوني شي حاجة تا لعبة الله راه زعما كيخربوا لك شي اخي مصطفى دابا انت علاش عطيهم الثقه زعما انت واش غادي ندير اخويا الله رزق الله الكليين اللي كنبيعو شتا كيعرف كيجي كما كيقولوا الحوانت مستفى رزق الفرقه كيبان الكليين ديالي غنمدي العود بشكل ما جدي غيمشي عارف اش غيدي والله الشنو مصطفى كاين شي ورقات عندك مصطفى هنا ولا لا لا ما عنديش ورقه انا عندي نضه قلبت جدا شوفوا نشوفوا السلعه ديال مصطفى والعمر ديالو مصطفى ماشي جوج راه شويه برشيد من عنده جوج راه شويه برشيد وشريف انا شريف غبور يا دير بخير صحتي تقول على التلفاز الله يعافيك بخير اخو الله يعافيك الله يعمرك شي سعيد الله يبارك فيك شي كلمه في حق السي مصطفى اه الله يعمر له الدار سلعته زينه البشاشه البشاشه او العمره درس وين في ليكاس كي دوز شويه شويه خلينا في الطوب سيد بخير سيد لاباس اخويا يلا خويا امين الله يبارك خويا مصطفى الله يسهل عليك اخويا الله شحال سبع منين سامع 140 عمي اخوان سامع 140 ما عندوش اوراق عمي لا عنده اوراق عنده الوراق كلشي صافي طلب فيه جوج ولكن انا ما يطلعش فينا الحال حنا ماشي مشكل الورقه ديالو هي هذيك زيد اخرى فاش شمن عام ها 2016 اخوان سامع 140 هنايا 7000 درهم الاصل ديالو منين هذا دابا انت واش جبتو وجده؟ يجب يكون تيسير اخويا يجب يكون تيسير امين الحمد لله ما السيره هذا ماشي اللي بيع اخويا بيع صافي واش تباع ولا غادي نسير حسن خرطوم هي هذا خويا خويا تباع ياك مازال اخويا اخوان معطيه في 4.5 ورقته العمر ديالو المسيره شحال العمر ديالو راه عنده 8 سنين وراك عارف الوراق شكون ديالك عنده 11 ورقه وصف عاود الاخوان موصف عنده 2011 في ورقه وليني على حساب الفم ديالو عنده شي 8 سنين معطيه فيه 4.5
المسيرة بغيت الفيديو دبرتي على البريكول واش نعود الاخوان عنده الشق ديالو اليوم السوق خاوي بالنسبه لهذا هو اللي كيتسمى السوق اليوم في السوق صراحه